السعيد ما طالب ديالي وهي بقعة أرضية من عهد التخيل من 86 عطيني 600 متر عطاها لي حزب التقدم وجاتني العمل قال لي باغي لها جردة جابوا صحاب الفلاحة قلت لي عاد جردة باغي المواطنين الدنيا هانية عوضوها لي طاني منها 200 متر الثاني بقي لي الليلة وكذبوا عليا وراهم عطاها لواحد ثاني ثانية جيت المبادرة نطلب لا ما يطير عندي خمس نفوس والدوله هذه هي خاربه نقبض كريطيه قلت له ولا خلق باب ما نقرت عليه في الاداره المقاطعه البشويه المبادره ما قام لي حد من الرجال وانا من 75 هون سليمان الحداد حبوها الدخيل الفاير الصبار اللمتوني بزار الصبطي ثمان عمال الا ما قبضت فيهم ما يطير سليه انا قلت لي قلت له وجيت المقاطعه وقالوا لي علينا نعدلوك لا قاموا مشيت 20 يوم ورجع ولا عدلش ودرت ضرب عن الطعام من يامس من الستة وانا ضرب عن الطعام الى غريق وجاني القائد وقال لي راه قال لك ساعات العمل غادي نودي لك الواجب ديالك عدلوك وطرحني في الدار هو وقعدت في وسط الساعة نقر عليا من هذا جبيت قال لي راه بدورك المقاطعة منين جبيت؟ الأربعة قال العشرة جبيت فجر الفجر الاول البلاد قال يتكلم المقاطعه رجعت للمراه قلت لها هاي المقاطعه المعيطيه الرابعه شك فيها الى لحقت السبعه ولا الثمانيه ما جيت والله ما لحقت المقاطعه علمي حد من رجلي منين صوت قلت انا خايفه لي تجبه منين جيت متلفت نجبه وصفى قال لي على الراس بورة ولا باين ما هي حديد ولا خشبه فهمت قلت قف معه وخايت على راسي نزودوا المقبره مزروب مكتف بالفم ومكرفص كرفيس من نبغ وتمين وعيت من جاي نزحف 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 الى ما تلف مو قديه من الدشر قلت نطلع لك ديما مثل قد الدحره تمين جاب لي مولانا مسلمين متخطين كانوا يجوا سولوني قلت لهم انا زريبي قلت لهم اتصلوا بالقائد محمد الفضل هو قريب منين لحقوا بلاد قال لي ودي هذا يوقع لي شي اتصلوا بالبوليس احسن اتصلوا بالبوليس جاوني البوليس الاول جاني واحد ضابط منهم اركني قال لي قوم تريقل علينا كتمثل علينا نط كاع قلت له دير انا ماني قادر مردع فيا قال لي دابا نكمل عليك ولا بغيت تنتحر غنلوحوك ولا تروح المقبره قلت له دي عرف ذا الكلام ديالك راني نلحق العامل والوكيل ديال القضيه شكي قال لي طز فيك انت وفي العامل في الوكيل هم جابوا لنا مديخنا ضابط والفك الجره رفدوا لي لابيلانس طرحوني الخمسه ديال الصباح عند السبيطار تبيتي لك قبل حد ندوز عليا الراديو نزلوا ودور عليك في داري هون تيها كان طلب نزلت هم اللي راني كنت نطالب نزل طالب واخا يقطعوا كرعية وراني من هون تيها واحد ساعة على سيرها في مانطو مولي قدام المقاطعة إلا بغاو يجوا الجندر يجوا يبغوا يجوا الطياير شنو ما طلبك ما طلبي هو البقعة ديالي اللي عاطيني دخيلها ست عمال ولا 10 عمال ندورها ما يقول لي عوضوا لي باغي البلان ديالي ما كان نطلب شي بلان ثاني لأني جيت نطلب بلان ثاني يقول لك العالم كان باغي البلان أنا باغي بلاني والقرار راه عندهم راه في راس يوسف أحمد وفراس الباز باز الشلح ذاك في الخلا كان في ليناش ملي تعيط له تقول له بلان سعيد مشي نعتو لك راه في العراق الكيوسك اللي كاين في العراق حد الجامع راه متقال معاه حدا دار التلاميذ يحوشوا بعد ما يكبوا الكبه فم قدام الرامي هذاك البلان ديالي وهذاك البلان يرجع لي والله خالد من رطريطي ينبج فهمت والله بدي والكيوسك هذاك خاين اللي كذب عليه يعطي لي مشارح يعطينا احنا الاولين الى عاد شي 13 ولا 14 ولا 10 ولا 5 مواطنين ديال المنطقه هون قابضين شي قابض ديال ماطير الحوت وشي قابض ماطير الخبز وشي عادلين حويتات ديال الخبز وكان عنده مشاريع احنا ما عندنا لا اللي يجيو كلام بط على الراس سير دير لنا السياسه انا لوت الخبزه باغي نجيبها لولادي عادي قال لها السياسه صح هادشي كان وين لله وين نرجعوا